التي تريدون معرفتها واي استفسارات اخرى تعيد. أنا من قبل سلسلة التنوين لتقديم محاضرة حول التراث، أحد المفاصل المهمة في تراثنا الفلسطيني والعربي والإسلامي، وهو الخط العربي، للتعريف الطالب بأهمية الخط وكيفية الحفاظ على هذا التراث. أيضا هناك راح يكون في دورة ما بعد هذا اللقاء في لمن يهتم بهذا الفن الأصيل. ندوة الخط العربي تحت عنوان نقش لإبراز أهمية وتاريخ وجمال الخط العربي وأصالته. يقدم هذه الندوة الأستاذ بدر الضميري الندوة تحت رعاية مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة طول كرم. تم عقد هذه الندوة بشكل أساسي للتركيز وإبراز أهمية وجمال الخط العربي والعودة إلى الأصالة والعراقة والجمال، لأنه آية من آيات الجمال بالنسبة لنا. هذا أيضا من أحد أهم مواضيع الثقافة، من المواضيع الثقافية التي تقوم سلسلة التنوين دائما بالتركيز عليها في نشاطاته الثقافية المختلفة. نحن في سلسلة التنوين نقوم بإيصال رسالة ثقافية لجميع الطلبة في الجامعة ولجميع الفئات، نحاول دائما من خلالها خلق جيل مثقف قادر على خلق مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.